في هاليوم إلا على الامتحانات، سواء كانت امتحانات للبكالوريا أو لا امتحانات لجميع المستويات. فهادشي كيخلي الآباء وأولياء الأمور كيحاولوا يعملوا واحد التعبئة شاملة للأطفال ديالهم أو لا للمراهقين أو للتلاميذ بصفة عامة. بين الأشياء اللي ضرورية هي التغذية. فاليوم أسماء زريول الأخصائية في التغذية والحمية تحدثنا عن أهمية التغذية عند هاد التلاميذ. صباح الخير أسماء زريول. صباح النور هناء. صباح النور جميع الأباء الأمهات التلاميذ. حد موفق إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله. فكيف قلت الحديث في البيوت المغربية وخاصة اللي عندها تلاميذ كيدوزوا الامتحانات، فهذا هو الشغل الشاغل ديالهم. اليوم بغينا نركزوا على وجبة الفطور، ولكن في بداية بصفة عامة ماذا تقولين عن التغذية أثناء هذه الفترة، فترة الامتحانات؟ في الحقيقة التغذية في هذه الفترة هذه عندها واحد الأهمية، كتكتفي أهمية كبيرة. علاش؟ لأن كنعرفوا أن الجسم إلى ما كانش مغذي والجسم إلى ما كانش عنده يعني الطاقة الكافية باش أنه يواصل يعني التمارين ديالو المراجعات ديالو والتركيز أيضا، فكيقيد الجوع وقلة يعني إمداد الجسم بهذه الماكلة كتخلي الجسم عنده واحد الحالة ديال عدم التركيز، مضطرب، نعم مضطرب، عيان، ما قدر يدير شي حاجه، وهو راه فيه غير الجوع. يعني لاحظ ان بعض يعني الطلبه تيكون عندهم مجموعه من الاعراض ديال العيا ديال الوهان ديال الفرق، ملي كتقلب كتلقاو ان التغذيه ديالهم كينساو، نعم كينساو، ما كيركزوش عليها بزاف، تيقولوا ماشي مهمه، ما واعيينش بالاهميه ديالها. فالتغذيه عند هاد الناس هادو كتكون مهمة جدا. واللي كيتكلم على التغذية فاحنا كنتكلموا على التغذية اللي هي متوازنة، التغذية اللي هي جيدة اللي فيها خضار وفواكه وبعيدة كل البعد على كل ما هو مواد صناعية ومصنعة. نعم، كنشوفوا ذات التلاميذ كيقول لك ياخذوا مثلا الطاقه، كيشربوا المناضه بزاف، كياخذوا المنبهات بزاف، بعض الماكولات اللي خاصه خارج المنزل الا كانوا كيراجعوا على برا، فهذا الشيء كله عنده تاثير. اكيد طبعا. فنتكلموا مثلا الان على ان المشروبات الغازيه والمحلات والمنبهات على اشكالها كلها ممنوعه، يعني خصوصا مثلا هذوك مشروبات الطاقه، مشروبات الطاقه اللي فيها كميه كبيره ديال الكافيين واللي كتعادل احيانا واحد 10 ولا اكثر من 10 ديال الطاسات ديال القهوه، بحال 14 طاسه في النهار او لا اكثر. نعم، فهذا من جهه. نعم، خلينا نركزوا على وجبه الفطور وعلى اهميه هذه الوجبه لانه غالبا ما كينساوها هاد التلاميذ، وغالبا ما كيصبحوا ناعسين لانهم باتوا سهرانين. فهذه كلها عادات يعني كنحاولوا انها من خلال البرنامج ما تبقاش عند هاد التلاميذ. ولكن اهميه وجبه الفطور ماذا تقولين عنها؟ فوجبه الفطور هي المفتاح، هي لاكلي ديال لا ريوسيت ديال النجاح. نعم، راه ما يمكنش تخيلي شنو هو التاثير السلبي الكبير اللي كيكون عند واحد يعني الجسم ما خداش وجبه الفطور. اول حاجه تيكون عنده ما يسمى بان الجسم كيحتاج طاقه مثلا هذاك الصباح، فكيولي يذوب من الشحوم ومن العضلات باش كياخذ الطاقه، وهذه العمليه هذه كتؤدي الاحساس يعني بالدوخه، بالغثيان، يعني مجموعه من الاعراض اللي ما كيعرفش علاش جاتو هاد يعني هاد تيقول راه عياب الحفاضه. لا، هو فيه الجوع. كذلك يكون المساله ديال مع الصباح يكون فيه الجوع، ويقدر الصباح ما تجيه الشهيه، ولكن واحد ديك الصبحيه يقدر يكون تجيه ديك لاكريز ديك الجوع ديال ليبوغليسيمي يعني هبوط السكر، ويحس بالجوع بزاف، وهادشي تيخلق عدم تركيز. راه حتى ملي كيفطر مثلا بواحد الماده اللي هي حلوه مثلا حلويات ولا سكريات اللي هي سريعه، راه حتى هنا كتحصل له نفس الشيء. نعم، اذا هنا عطينا المكونات ديال وجبه الفطور المائده. نعم، شنو خص تكون فيها؟ نعم، وجبه الفطور الصحيه خص يكون فيها خبز كامل ولا حرشه كامله اذا كان امكن. الخبز ديال الزرع ولا ديال الشعير؟ ديال الزرع حتى هو مزيان؟ نعم، حتى ديال الذره بدون ادنى شك.
ولا ديال ولا رغيفات مطيل في الدار. فهذه عندنا. ولكن هنا رغيفات راه كتهضري على على ديال الزرع وديال نعم ديال الزرع وديال يعني ديال الزرع ولا التشجير ويكونوا امكن كامل يعني نعم. بالقمح الكامل. عندنا ايضا زيت الزيتون ولا فرماج ولا زبده زيتون يمكن بيض فاكهه ومثلا كمشروب يمكن ياخذوا شاي يعني اتاي ولا ياخذوا مثلا كاس حليب ولا حتى عصير حتى هو كيكون واخا انا دائما كنحبذ انهم ياخذوا الفاكهه اللي هي صينه يعني تكون صحيحه واللي كيبغوا حتى العصائر المهم انهم يفطروا الصباح بهذه المكونات فناخذوا هذه المكونات يمكن حتى مجموعه ولا اغلبيه هذه المكونات اللي تكلمنا عليها فتيكونوا خذوا واحد الفطور اللي هو اولا صحي ثانيا اللي غادي يمد الجسم وحتى الدماغ بالطاقه ويعني بواحد الطريقه اللي هي من واحد الطاقه اللي هي منتظمه وبطيئه يعني نعم. ما كيعطيناش نعم ما كيعطيناش واحد الطاقه تستمر معاه واحد المده طويله لانه سكريات نعم. بطيئه نعم نعم وايضا يمكن انه ياخذ تمرات فواكه جافه قرقاع مهم جدا ياخذه في هذه الفتره خصوصا في الافطار يعني لازم ان دائما يكون واحد الزيفه صغيره ديال القرقع تحط لهاد يعني التلاميذ وهنا كيكون كيقوي يعني لي بيرفورمانس ديالهم ولا داك الذكاء ديالهم ولا القدره على 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 العطاء ديالهم كيكون في القمه ديالو ملي كيكون كيكون واخدين واحد الوجبه اللي هي شهيه وفيها هاد المكونات هادو اللي تكلمنا عليهم ما تكونش ثقيله نعم ما تكونش ثقيله لان فرضا خدينا الخبز درنا في واحد الطريف سميتها بلديه خدينا طريف اخر درنا فيه فخوماج خدينا بيضه مسلوقه خدينا شي شويه ديال القرقع واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحبات خدينا كاس شاي وخدينا فاكهه نعم هاد الفاكهه ماذا تحبذين؟ كنحبذ البنان البنان مع الصباح كيكون ممتاز جدا خصوصا ايام الامتحانات البنان كيهبط الستريس في غني بالبوتاسيوم ما يعني كيحسن حتى المزاج ديال هذاك الطالب نعم. وايضا كيكون فيه سكريات اللي هي يعني ماشي سريعه وكتعطب شويه بشويه يعني كتدوز الدم ببطء اذا خدينا نعم. هذه الوجبه هذه ديال الفطور وقتاش نشربوا شحال ديال الفطره نبقاو عاد نشربوا الماء هو إنسان يالله كيفيق من الأحسن يشرب الماء نعم. عادي بدا ياخذ هذه الوجبة هذه وطبعا الوليدات خصهم يديو معاهم واحد القريعة ديال نسترو يعني المكان الامتحان ضروري غادي يحتاجوا الماء لأن الجفاف حتى هو كيعطي أعراض بحال حرق ديال الراس بحال حتى هو كيعطي الوهن حتى هو كيعطي مجموعه من الاعراض اللي ما غير مستحبه اذا سلمى نركزوا عليه نعم اذا شكرا جزيلا اسماء زروال الاخصائيه في التغذيه والحميه غدا ان شاء الله غادي نمروا معاك الوجبه اخرى